العلماء بيبذلوا مجهود كبير جدا لدراسة سلوك الحيوانات، رغم كده سلوك بعض الحيوانات مازال غير مفهوم لحد النهاردة. النهاردة هنشوف سلوكيات بعض الحيوانات الغريبة، تابع الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ، لو مشتركتش معانا في القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. حيوان اللاما مش راضي يرحب بالشخص ده. الأفعى دي شاطرة جدا في التمثيل. صحيح الحصينة بتخاف جدا من المية، ولكن هي ماهرة جدا في السباحة، وخصوصا لما تكون مضطرة. النعامة تقدر تستحمل ضغط يوصل ل55 كيلوغرام، ولكن البيضة دي ما كانتش بالقوة دي. مش بس القطط والكلاب اللي تنفع حيوانات للمنزل، ولكن الشخص ده قدر يربي الجدي مع مراعاة الحركة جوه البيت، وزي ما انتوا شايفين الجدي مبسوط جدا وحاسس انه في بيته. الهامستر مخلوق ما بيتعلمش ابدا من اخطائه. حتى أمهر المتزلجين على الجليد مش هيعرف يجري بالسرعة دي. الحمض النووي لورود الشمبانزي يتطابق مع الحمض النووي للإنسان بنسبة 98%، وتصرف الشمبانزي بيثبت ده عن جدارة. الكنجارو مش قادر يستوعب ان حجمه كبر على امه والمكان ما بقاش يقضيه. للأسف مش عارفين ليه الثور بيحرك لسانه بالطريقة دي، ولكن من الواضح انه مبسوط جدا. الكلب حاسس بالإحراج من تصرفات صاحبه. حيوان الكوندوس اكتشف ان التنقل بالطريقة دي اسهل من الاول. العلماء بيقولوا ان النحل عنده مشاعر، وده غير نسبة ذكائه العالية. العمل الجماعي اللي شايفينه ده بيثبت الكلام ده. عملية هروب متخطط ليها وماشية زي ما الكتاب قال. البطة اتصرفت بذكاء وقالت ايه المشكلة لما نوفر طاقة مادام ماشيين في نفس الاتجاه. الموقف ده بيثبت ان الكلاب الصغيرة شجاعة اكتر من الكبيرة. البنت دي دخلت في جدال حاد مع الجدي الصغير، ويا رب تعرف تقفله. متهيألي السلسلة بتثبت ان الكلب ده اكبر من اللي احنا شايفينه. مهما حاولت تبعد، لسان آكل النمل هيوصلك. الكلب من نظرة عينه تحس انه مش متعود على انه ياخد الاهتمام ده كله من البيت.
الطيور مندهشة جدا من غزارة الأمطار. رد الفعل ده بيثبت ان الاكل عجبته ومحتاج تاني. الحصان اثبت قدرته على القفز، ولكن هبوط الحصان ما كانش ناجح تماما. النمس بيحاول يقضي أجازته بالطريقة دي فوق التلج. سلوك الفار بيخليك تفكر للحظة إن توم وجيري أحداثها مستوحاة من الواقع ولا لأ. الحصان حابب صاحبه يكمل تربيته وهو مستريح جدا. الكلاب دي بتقدم لنا مثال حي على عمل الجماعي. الكلب بيحاول يحمي جسمه من أشعة الشمس الحارة. الكلب ده هيندم قوي لو البيتزا دي بتحتوي على الفلفل الحار. الكلب اللي باصص ورا ده تحس انه غيران من المنظر. الكلب ده اتصور وهو بيعاقب سكان البيت عشان سابوه لوحده. القطة ما عجبتهاش الهدية بتاعتها. العجل محظوظ جدا ان لقى حد يساعده. أول مرة أشوف حيوان بيعمل تمارين اليوجا. لما الحيوانات بتقعد معاك لفترة طويلة بتلاقيها خدت نفس سلوكك. الكلب ده يقدر ينافس القطط في تسلق أي حاجة.
لو وصلت لحد هنا اعرف ان الفيديو عجبك، ياريت تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.